بص المنظر بتاع الكهرباء ده سيء جدا، وفي اطفال بتلعب في الشارع، واطفال يعني لو عيل جه عند العلبه دي هينشف، وداخل علينا شتاء والمطر نزلت عليها مطر هتولع، وهي قبل كده كانت مولعه وعلى شارع ومنظرها كده سيء خالص، ما يرضيش حتى ربنا ده. طب هل بتاعة الجهاز او شركة الكهرباء اتحركت او لا لا اتصرفت؟ ما فيش حد ساعد. ما بص حدش من المنظر، المسؤولين؟ بص المنظر عامل ازاي، منظر يتكلم عن نفسه. دي تمام. لو طفل راح عند العلبة هينشف، وخاصة انت عندك شتاء ومطر هتنزل عليها ميه.